التيارات اللي ظهرت باسم الامر المعروف والنهي عن المنكر. طبعا احنا في اسلامنا ما فيش الامر المعروف والنهي عن المنكر باليد الا من سلطه الحاكم. فبالتالي انا لا اعتقد ان في جماعات بالفعل اسلاميه او تنتمي للاسلام حقا انها تقوم بالكلام ده. وسمعت ان في واحد ضربوه عوروه حاجه زي كده قتل. طبعا انا ما اعتقد قتل صحيح. فانا ما اعتقد ابدا ان ده يعني يكون فعلا اسلامي او ينتمي للاسلام، لكن ربما يكون من اعداء الاسلام او من امن الدوله او من الله اعلم يعني مين بالضبط، لكن هي صوره تشويهيه للاسلام والاسلاميين. شايف طريقه التعامل الصح مع حاجه زي دي؟ والله هو يعني الامر ده في ايد الحاكم، يعني المفروض ان هو ياخذ على ايديهم بقوه، يعني يضرب بيد من حديد في الامور ديت. ان بتيجي جماعات كلها خارجه عن القانون ومفروض يتعامل معاها، القانون يتطبق على اي حد في مصر، اللي يغلط يتحاسب. واذا كان جماعه الاخوان المسلمين كانت في فتره محظوره او اي جماعه سلفيه او اي هم دلوقتي بقى ماسكين الحكم في مصر وهم اللي بيديروا مصر، فما عندهمش نزاعات مع حد. المفروض هم ينبذوا الموضوع دوت، وبالنسبه للجهات الامنيه تاخد اجراءاتها الامنيه، والناس اللي زي دي خارجه عن القانون تتحاسب، اللي يغلط يتحاسب. لكن احنا ما نقدرش يعني ننسبها لنظام قديم او اخوان مسلمين او سلفيين. دي ناس ممكن يكون لهم فكر، ناس ممولين من بره او لهم فكر معين وحاجه منشقه وطالعه، فيجب التعامل معاه بكل حزم. يعني ده اللي احنا نتمناه من الاجهزه الامنيه ومن الرئيس محمد مرسي، انه يمس حاجه زي كده. وجماعه الاخوان المسلمين المفروض نفسها تطلع بيانيه، والسلفيين تتكلم ان الموضوع ده ما ينفعش. انت كشاب لو حصل معاك موقف زي دوت، انا لا يمكن اسمع بحاجه زي كده. طبعا لا يمكن اسمع بحاجه زي كده مهما كان هو مين. خلاص احنا بعد الثوره خلاص. شمال سينا في جماعه اسمها جماعه التكفير الرجعي، تمام؟ الجماعه دي طبعا قريبه من جماعه الامر المعروف والنهي عن المنكر، اللي هو انا من رايي ان عندهم صح 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 يعني غلط غلط، فبيتعاملوا باسلوب مش لا يعني لا الدين ولا الاسلام ولا الشرع ولا اي حاجه تقول كده، تمام؟ ف اللي بيسرق اللي بيقتل، فالجماعه ديت انا ما بعترفش بيها. يعني هم جماعه منتمين نفسهم الاسلام، هم ليس صار الاسلام؟ لا. طب انت ايه رايك في التعامل معاهم ازاي، او انت بتطالب مثلا القوه الحاكمه تتعامل معاهم ازاي؟ انا نفسي الرئيس يعني يقضى على الجماعه دي، يعني الجماعه دي هتخرب البلد. ليه بنعممه؟ لازم نتاكد هل هو حقيقه ولا مش حقيقه؟ يعني ليه بنعمم الحدث؟ وممكن يكون جماعه بلطجيه، ليه حطيتهم ان هم من ليه بنجزم ان ده حدث؟ وليه بنعممه؟ هل هو اتعمم في القاهره؟ انت شايف ان هو اتعمم في القاهره؟ ها؟ طيب يعني بلاش نسبق الاحداث. طب انت شايف لو حاجه زي ديت حصلت قدامك، او اي حد مارس ممارسه زي ديت، انت غلط طبعا. ما حدش شوف التعامل معاه يبقى ازاي. ما هو التعامل ان لازم تبقى الشرطه تبقى متواجده، لان يعني لازم نكون امنين على نفسينا. انما انا برضه انا غير راضي على اي سلوك خارجي في الشارع. يعني ما ينفعش ان اي بنت تعمل اي سلوك خارجي في الشارع، معلش يعني في حاجه اسمها احترام الشارع. فهي لا ترجو الا الاصلاح ان استطاع، ولا يوجد تعدي ولا اي من هذا القبيل، ولكن ما هي الا باب اخر لتشويه صوره الاسلاميه. لكن الله المستعان. انت شايف الطريقه ازاي بالتعامل مع اي شخص بيحاول التعدي على حرمه شخص ثاني بالضرب او القصف او القتل؟ والله تحت مسمى الاسلام. عمليه القتل انت كشخص بتعمل معاه ايه؟ يعني انت لو لقيت واحد بيستخدم الاسلام في اللي هو يتعدى على حرمه واحد او مراته او هو في الشارع او دلوقتي. هذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل هذا، وبالتالي احنا بنقول حريه والراي والراي الاخر. فاذا راي خطا يحتمل الصواب، وراي غير صواب يحتمل الخطا. فالعمليه الامر ممكن يكون انا اخطأ في شيء، اللي ينصحني بالحكمه بالموعظه الحسنه، انما ما فيش تعدي. ليه يتعدى علي وليه يتعدى عليه؟ انا قلت رايي، هو يستمع رايي وانا استمع رايي.